دكتور حسن، ايه اكتر حاجه او اكتر معنى اتعلمته في حب حضره النبي ايام المولد؟ يعني يمكن في العراق في خصوصيه التنوع، طبعا، وتعدد المشارب والمذاهب والاعراق. لذلك لمست في الشعار الذي يرفع في المولد النبوي الشريف شعار جميل جدا في المولد، وهو محمد يجمعنا. الله، صلى الله عليه وسلم. حلو قوي ده، حلو قوي. محمد يجمعنا، فهذا الشعار سبحان الله عندما يرفع في المولد واحنا في الاعراق، تحس كده لو في اي حاجه في الايام المولد الناس كلها مجتمعه، حتى غير من حتى من من, من الاخوه، يعني مثلا قد ياتي من الاخوه المسيحيين من يحتفل الله بالمولد، ياتي الى الاعراقيه. الله اكبر، من الكاظميه على الجسر، نعبر الجسر الى الامام الكاظم رضي الله تعالى عنه، ان شاء الله وعليه السلام. ياتي هكذا، تاتي ناس من الكاظميه ايضا لتحتفل مع اخوتهم من اهل السنه في الاعظميه. الله، فلمست انه مع المعنى الشرعي الموجود في المولد هناك معنى تقوية النسيج الوطني. الله أكبر. والنسيج الإنساني. الله أكبر. والنسيج الاجتماعي. هو وهذا هو سيدنا رسول الله. هو دوت الفهم الصحيح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الرحمة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا خير لأعرابي ولا أعجمي إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. فحضرة النبي علمنا إزاي نجتمع. وحتى يمكن غير، يعني حتى غير من هو من غير على غير دين الإسلام أيضا يفرح، لأنه رسول الإنسانية. الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه هي يعني الرسالة، هذه من سيدنا رسول الله، رسالة السلام ورسالة الرحمة. يتعاضد المجتمع ويتقوى المجتمع بالمعاني، بحب سيدنا رسول الله، والابتعاد عن الأفهام الضيقة. صحيح. والأمور صحيح. المذهبية التي قد تؤدي إلى 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 يعني إغار الصدور. يجمعنا الإسلام ويجمعنا سيدنا رسول الله، وهذا هو الشعار اللي دائما انا اقول محمد يجمعنا عليه الصلاه والسلام. الله اكبر، صلى الله تذوب عليه كل الفوارق، تذوب كل الفوارق. دكتور حسن مليء بالنور، سيدنا انتم من نور يا سيدنا، انتم من اهل الشريعه، من نورك ومن اهل ومن اهل الازهر الشريف. الله يسلمك. وانا سعيد جدا جدا وجود حضرتك، واحنا صحبه كتير بقالنا مده طويله في مصر، دائما دائما متصاحبين. ربنا يزيدكم نور وبركه وفضل ونعمه، ويزيد اهلنا في العراق نور وبركه وزيادة صلابة في اللحمة الوطنية. آمين. وخاصة آمين. وهم أوضحوا هذا الجمال من التمسك بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتوصل الناس إلى البركة والتآلف والاجتماع. الشعب العراقي شعب عاشق لسيدنا رسول طبعا. الله ويتآخى في حب سيدنا رسول الله. زائف. وإحنا كما نذكر الأعظمية لا نبخس أيضا في العتبة الكاظمية طبعا. أيضا تقام احتفالات ويوزع الطعام، فالكل يحتفل والكل يحتفي بسيدنا رسول الله. ربنا يديم على أهل العراق حبهم لرسول الله، واجعلنا دايما مجتمعين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم درة قلوب أي محب وأي مؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا دايما في محبتي وفي معيتي. سبحان الله. دكتور حسن، أنا شاكر لحضرتك جدا جدا وجود حضرتك معانا، وأنا سعيد جدا جدا بإني حضرتك كنت بتفكرني بكل بقى اللي انا شفته مع الشيخ المدرس وشفته مع كل الناس. فانا سعيد جدا، سعيد جدا جدا جدا. سعاده غامره بالوجود بينكم. ويا سلام بقى نفحات سيدنا الامام الاعظم ونفحات سيدي عبد القادر، كل الكلام سيدي عبد القادر بقى الباز الاشهب الشيخ معروف الكرخي ايضا، كله الحضره المعروفيه المباركه، الحضره المباركه. نعم، ما شاء الله. ربنا يزيد العراق بهاء ونور وبركه وحفظ ونعمه بهذا الوجود، وهذا ايضا التآخي مع الازهر الشريف ومع الحضارات الموجوده هناك. يزداد ان شاء الله اللحمه، ويزداد المحبه، ويعني تفاض انوار الازهر الشريف هناك ايضا ان شاء الله، ويحصل هذا التبادل دائما ان شاء الله باذن الله تعالى. شيخ محمود، انا شاكر لوجود حضرتك والانغام اللطيفه الجميله. ربنا يزيد عليك النور والبركه والفضل. شكرا على هذه الدعوه. شكرا على هذه الدعوه. شكرا لحضرتك، شرفتونا. يا سادة، احنا ما زلنا مع حضره النبي صلى الله عليه وسلم بندوب فيه. الرسالة اللي جت لنا من العراق ان اللي بيدوب في حضرة النبي وبيعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدد مع كل نفس من انفاسه الحياة، ويعيش حياة مليئة ومكتوب عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنه يحيا مع نور البشر، بركة البشر، سعة البشر، كمال البشر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هدية الله للبشر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اجعلنا دوما في رحمته وفي معيته وفي محبته يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.